هذا؟ تعال خبز شوف. شايف؟ شوف تحت انت تعرف وبمفتاح. في حد في العيلة سار مفتاح قبل كده بميدالية؟ أبوك الله يرحمه كان معاه حتة حصان في رقبته. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ شفت يا هادي؟ أسرين راجل كان مزمزق عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، إنما كده خلاص، إحنا خدنا إيه ده يا واد ده؟ بتلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ أيوة يا خالي. وموصل للدرجة دي؟ آه. يا خبر أسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده. ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي، ده التلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي هادي هادي. ايه؟ بص 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 الولية دي. هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحدة منهم دخلت في السنة عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقدة الجنسية. طبعا. يا خبر اسود. ايه يعني في سبت؟ احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق. عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعيد عنك مسمار جحا ودقف قد المكان خلاص. 7000 سنة حضارة بيقولوا لا. عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما الستين سبعين سنة دول مش هيعدوا على خير. طيب وقت سعادة طريق. اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا مشخلع. اتفضلوا يا رجالة اتفضلوا يا ألف مرحب. جيتنا أنس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم خدوا راحتكم على الآخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكوا قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتاح تتاح انت ده تتاح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتاح. اعوذ بالله ابليس ومهمه. انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر وجاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه. يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقول لي اعرف اطبل؟ اه. لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوه. كده خلاص بقى يا عم حصوه. السجاري النافف بقى ورور. هوبا. البنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعهولي. استنى عندك. ايه يا خالي؟ فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. اصل انا هنا عندك خلاص؟ خلاص كده هتمسح وهتقعدوا خلاص؟ انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص 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 خلاص.
السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هازي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا. حبيبتي يا اهلي مرزاق يا كريم. الراجل قلبها يا عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. اقول لي يا عم فكري، هو الناس اللي داخله بخاجه عندك دي العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه. حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول؟ طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ الكلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ هو صحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوه؟ اتنزلت ايه؟ دي استعاره. استعاره عشان خاطر بنته الممدوحه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف ست شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي ورهولك ده؟ التنازل يا بني ادم. وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص. خلاص بقيت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح. انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. انت هتهجس قول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي اديهم الرابعه. يا حصوه الكلب انا هفرغك نفسي. ما تعكيش ما تاكليش اتكلي. لو سمحت يا سيدي المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بتلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيك يا اخويا؟ رعدوه رعدوه في الثلاجه على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيدي المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ امر يا عم الناس. جالي طرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ ها؟